في تظاهرة تجارية شهدت عدن البازار النسوي الثاني الذي أقيم في حديقة فانسيتي لتشجيع الناشطات التجاريات بهدف التمكين الاقتصادي للمرأة. اخترنا هذا المكان لأنه مكان يستقطب العائلات والأطفال، مكان أكثره نسائي وأطفال، الكل يجي فيه. هذا البازار الذي أقامه اتحاد سيدات الأعمال شاركنا فيه العديد من النسوة وقدمنا ما لديهن من أعمال كالمأكولات والأعمال الحرفية والأواني المنزلية. المميزات إنه المطايف هذه يعني نادرة وفريدة، كمان يعني نحصل نادرا بعدن. 400 مشاركة من مالكات المشاريع الصغيرة قدمنا هنا منتجاتهن الخاصة كالمشغولات اليدوية ليعبرنا عن قدرة النساء في صناعة أجمل المشغولات بإمكانيات بسيطة. بإمكانكم أن تشاهدوا المنظر، وهؤلاء كلهن تاجرات، ابتدأنا من الصفر وكلهن معتمدات على أنفسهن بصرف النظر عن الوظيفة. وأقدر أقول أنه 90% منهن جامعيات ولكن عطلت عن العمل، وهذه الفرصة بهذه المناسبة السعيدة وجدت أنه نعمل هذا المهرجان للتعريف وللإعلان وللترويج عن بضائعهن. تختلف أساليب الترويج والتسويق لأعمال أولئك السيدات اللاتي استحدثن طرقا جديدة لاقتحام سوق العمل والاعتماد على أنفسهن وإعالة أسرهن. تقريبا لي 5 سنين الآن بالفيس، ما عنديش محل، من البيت أدير الشغل، يقول البنات من الفيس عبر للبيت يستلموا بضاعتهم ويسلموا مبالغهم. يعد هذا الاتحاد لمالكات المشاريع الصغيرة نواة اقتصادية يجب رعايتها والاهتمام بها لما لها من أثر في تقوية اقتصاد البلاد وإعادة تطبيع الحياة لمدينة عدن. هذا البازار الذي قمنا بإحيائه مالكات المشاريع الصغيرة ليشاركنا بإبداعاتهن وأسمائهن وليجعلنا من هذا البازار منطلقا لإشهار أعمالهن. مروى السيد، قناة بلقيس، عدن.